السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوليسترول وارتفاع الكوليسترول يعتبر من أكثر الأمراض المنتشرة هذه الأيام. طبعاً هو عبارة عن بروتين في الجسم أو في الدم يرتفع نتيجة لبعض الممارسات الصحية غير السليمة. ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم؟ أولاً الشعور بالألم في الصدر وأيضاً ألم ضاغط. ينتشر هذا الألم من الصدر إلى الذراعين والأكتاف، وغالبا يكون الجهة اليسرى، كأنه أعراض تشبه أعراض الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية. طبعا بالإضافة إلى أنه يكون هناك تعرق وأيضا الشعور بالقلق والشعور بالغثيان والدوار، بالإضافة أيضا إلى ضيق التنفس لدى بعض الأشخاص. أما ما يجعلك تتأكد أن هناك ارتفاع في الكوليسترول هو أن تذهب إلى الطبيب وتعمل تحليل دم لتعرف مؤشر الكوليسترول، لأن هناك نوعين من الكوليسترول: الكوليسترول الحميد والكوليسترول الضار. لذلك سوف يقوم الطبيب بعمل فحص أو تحليل لمستوى الكوليسترول في الجسم سواء كان الضار أو النافع. فإذا كان مرتفع لديك إما سوف يقوم بوصف لك علاج، والأفضل من الأدوية هذه دائما غالبا الأدوية لا نستخدمها إلا لمدة شهرين أو 3 أشهر لأن لها مضاعفات كثيرة. لكن ما هو الأفضل لعلاج أو لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؟ غالبا هو تغيير مستوى أو نمط الحياة هو الأهم في علاج أو تخفيض مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم. أهم النصائح لتخفيض أو إنقاص مستوى الكوليسترول في الدم: أول هذه النصائح هي ممارسة الرياضة. يعتبر الخمول وعدم ممارسة الرياضة من أحد أيضا الأشياء المؤدية إلى ارتفاع الكوليسترول وعدم استخدام هذا الكوليسترول في إنتاج الطاقة. فالكوليسترول هو يعتبر من أهم مصادر الطاقة، لذلك تحتاج لممارسة الرياضة أو بذل أي مجهود بدني يومي ألا يقل هذا المجهود عن نصف ساعة يوميا. ثانيا الابتعاد عن التدخين والإقلاع عن التدخين بكافة أشكاله وأنواعه مهما كان، سواء كان التدخين هذا سجائر أو مداعة أو نرجيلة أو شيشة، وكذلك أيضا ترك الشمة أو السفة أو الزردة فيما يطلق في بعض المناطق، تعتبر أيضا من الأشياء المهيئة أيضا لارتفاع الكوليسترول. فلذلك يجب الابتعاد والامتناع عن تناول الشمة بكافة أنواعها. أيضا بالإضافة إلى الاهتمام بالعادات الغذائية الصحية، وهي أن نتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة التي ترفع من الكوليسترول، وهي عبارة عن الدقيق الأبيض وأيضا السكريات بكافة أنواعها، وكذلك أيضا ما يرفعها هو استخدام تناول المربى والعسل والسكريات خصوصا في الصباح الباكر. لذلك علينا أن نتجه إلى تناول الأغذية الصحية المفيدة والإكثار خصوصا من تناول البقوليات، وهي الفول، الفاصوليا، العدس، البازلاء. هذه كل ما كان الإكثار منها بشكل كثير كل ما انخفض معدل الكوليسترول في الجسم خصوصا الضار. كذلك ايضا من افضل الاشياء من اجل تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم هو تناول زيت الزيتون، فيعتبر هو افضل طعام لتخفيض وانقاص مستوى الكوليسترول في الدم خصوصا زيت الزيتون البكر. فقد وجدت الدراسات وأثبتت جميع الدراسات أن تناول زيت الزيتون البكر يعمل على تخفيض الكوليسترول بشكل ممتاز جدا. أيضا علينا أن نتبع عادات صحية سليمة في النوم الجيد، وكذلك الابتعاد عن القلق والتوتر، وكذلك الابتعاد عن الأجواء التي تكون مشحونة بالغضب والمشاكل والتوتر والضغط النفسي، وأيضا عدم تناول أو عدم شرب الكحول بكافة أنواعه أو الإقلال منه لمن كانوا يشربون الكحول. أيضا بالإضافة إلى تناول الأسماك بشكل كبير جدا، خصوصا الأسماك سمك السردين يعتبر من أفضل الأسماك الدهنية التي تحتوي على أوميغا 3 التي تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم مني جزيل الشكر الدكتور مجاهد الجيل. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.